Hi everybody, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Learning never exhausts the mind for the things we have to learn before we can do them. We learn by doing them. Learning isn't attained by chance. It must be sought for with ardor and intent to with diligence. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم المحاضرة الأولى اللي تعتمد على نصوص تاريخية مترجمة إلى الإنجليزية. محاضرتنا اليوم هنا عن قصة حقيقية أو حدث أو ثورة حقيقية حدثت بالبستيل. البستيل هنا حدثت بمنطقة فرنسا باريس، منطقة اسمها فابورغ سانت أنتون. هنا راح نتحدث عنها، نشوف شنو هي باختصار شنو هو أسباب الثورة اللي بهاي المنطقة صارت، ومنو كان سببها، عن شنو كان وضد من. هنا بالبداية منطيكم هنا اليوم اللي صار به هذا الثورة أو هذا القضية. On the morning of 14 July, هذا الصباح اللي هو 14 July يوليو، هنا نقول a vast crowd. Vast crowd يعني هنا بمعنى حشد، crowd crowded يعني بمعنى ازدحام أو حشد، من حشد كبير من الفابورغ سانت أتوان. هنا الحشد صار بمنطقة اسمها فابورغ سانت أتوان. هذا كسؤال أو كنقطة، وين صار الحدث؟ هنا نقول gathered outside the pastille، خارج pastille. خلينا نشوف pastille شنو هي pastille. الpastille هنا يقول the medieval fortress. Fortress يعني هنا قلعة، تعود الميديفال يعني تعود إلى القرون الوسطى. هاي هنا مثلا أقول لكم describe the pastille. Describe the pastel. فهنا أول شيء تذكر لي هي شن هي. هي قلعة fortress. Medieval fortress. قلعة تعود إلى القرون الوسطى. Whose eight towers. اللي بناءها يتكون من أبراج ثمانية. And 80 foot walls. هنا وجدران يبلغ ارتفاعها 80 قدم. Frowned over the eastern quarter. Of the city motives in the crowd were mixed. يقول هنا تقع على حي الشرقي أو على الجهة الشرقية من المنطقة. هنا of the city motives in the crowd were mixed. In the crowd were mixed. زين، هاي عرفنا هنا تفصيل أو وصف للمنطقة. يقول هنا the pistol had no long been hated as a symbol of tyranny. يقول هاي القلعة اللي يسموها بالبستل، كان أول ما يقول واحد يقول بستل شنو، هنا أنا بسرعة تجي مصطلح أو رمز التيراني. تيراني يعني الاستبداد. فهي مات نقطة بأنه كانت هاي القلعة قلعة رمز للاستبداد، رمز للاستبداد. هنا يقول it was said to contain large stores of ammunition. يقول هنا كانت بها قلعة الاستبداد، يعني كانت مخزن بها ذخيرة. ammunition يعني ذخيرة. Its guns were that morning directed on the narrow streets of Farborg. يقول هنا ذلك الصباح اللي هو يوم 14، يقول الأسلحة توجهت على الشوارع الضيقة للمنطقة اللي هي اسمها فابورغ سانت أنتون من خلال هاي القلعة. And number of troops were rumored to be waiting within the walls for the command to massacre the people. يقول هنا
هنا كانت البنادق موجهة على القوات، موجهة على القوات اللي كانت تنتظر داخل الجدران حتى تؤمر بقتل الناس اللي هم بمنطقة فابورغ. كانت موجهة إلى الشوارع الضيقة في فابورغ، هنا نقول the narrow streets، موجهة بالشوارع الضيقة of فابورغ and number of troops. يقول هنا وكانت قوات، troops يعني قوات. يقول وكانت، يقول لك مثلا سؤال أوصف لي الحدث هذاك اليوم. يقول هنا number of troops، العديد من القوات. were rumored، هنا أشيعت بأنه هي أو إلها نية to be waiting within the walls for a command to massacre the people. يقول إنها كانت إلها نية فورية لمهاجمة داخل، تنتظر داخل الجدران أمرا بقتل الناس، تريد تؤمر ماسكر يعني هنا بالتضحية بالناس أو مهاجمة الناس، تنتظر أمر command أمر to massacre the people لمهاجمة أو قتل الأبرياء. يقول هنا there was no immediate intention of attacking the fortress. يقول الناس اللي كانت تدري بأنه راح يهاجموها ما كانت إلها نية بأنه تهاجم القلعة، فرادوا يسوون صلح أو هدنة من قبل هاي الناس. يقول هنا the committee of electors sent a deputation to the governor. يقول هنا رادوا يحلون هذا النزاع، فيقول هنا أرسلت لجنة، مجموعة الإلكتريس أرسلت لجنة إلى الوالي، إلى الوالي أو إلى المحافظ لتلك المنطقة. هنا يقول هنا اسمه، هنا يقول دولاني asking him to surrender his ammunition. هنا القائد لهذول الناس اللي هم بالفابورك اسمه دولاني. دولاني هنا مهمة، دولاني هنا واحد من المندوبين عن الناس. راح قابل دولاني، دولاني انتبهوا له DELAUNAY، هاي مهمة. من هو الذي أرسل للتفاوض مع الناس أو مع الغوفرنر؟ هنا دولاني، دولاني هنا asking him to surrender، طلب من عندهم تسليم الذخيرة ammunition and lower his gun، وهنا وإنزال البندقية يعني قطع الحرب. فهنا يقول وقطع الحرب. هنا the man، يقول هنا الرجال received a friendly welcome. هنا يقول الرجال استقبلوا بصدر رحب، استقبلوا بصدر رحب and were invited to dine. هنا يقول ودعوه إلى مأدبة، يعني بمعنى هنا سلام. but when they did not، يقول ولكن عندما هم رفضوا هذا الشيء، أول مرة استقبلوه بعدين رفضوا الطلب. يقول هنا immediately، هاي هنا بمعنى يجي لكم السحو غلط. يقول لك هنا هل وافقوا على طلب دولاني على إنزال surrender، على إنزال الammunition and lower his gun؟ هل وافقوا على هذا الشيء؟ فهنا يقول they didn't، لم يوافقوا. هذا سؤال صحو غلط. هنا يقول immediately re-emerge، يقول هنا لما هذا الشيء صار فصار تعمدا بهذا الشيء. يقول فورا re-emerge، يقول هنا the crowd، الكراود يعني الجمهور أو الحشد in the outer courtyard،
feared a trap. يقول هنا بسرعة ظهر الحشد في الفناء الخارجي يعني من خارج البستيل. فهنا ظهروا ويخافون بأنه راح يصير trap. Feared خوفا من الفخ. فهنا يقول بسرعة يقول هنا يقول هنا بسرعة سووا two dare devils. يقول هنا بسرعة اثنين من هذول الحشد الجريئين dared. يقول هنا تسلقوا الحصن. شافوا جزء من الحصن غير مسلح. فهنا بسرعة هنا يقول climbed on unguarded bastion. باستين يعني هنا أنا يقول الحصن الغير خاضع للحراسة and cut down the drawbridge. بسرعة راحوا قطعوا الجسر حتى ما حد يجي أو ما حد يوصل للبوابة القلعة ويهاجمون الحشد. Over which crowd يقول هنا ليندفع الحشد إلى الأفنية الخارجة. Over which the crowd surged into the inner courtyard. يقول هنا the Grashin هنا جندي a mere 70 old soldier. هنا جندي يعني هنا كان عمره يقول هنا بعمره بالسبعينات. وأيضا 30 سويس بانكت وأيضا 30 سويسري واحد عمره 70 سنة و30 أصلهم سويسري هنا panicked and fired and an assault began. يقول هنا أصيبوا بالذعر وأطلقوا النار وبدأ الهجوم. فهنا كان السبب برفضهم لإنزال أو بإنزال البندقية وعدم إطلاق النار. فهنا بسرعة بهاي اللحظة قاموا باثنين مثل ما قلنا قاموا اثنين بأنه صعدوا على جزء من الحصن اللي هو غير محصن unguarded غير محصن بجنود قطعوا الجسر. فهنا بسرعة واحد من العمر 70 عام و30 سويسري أصيبوا بالذعر. فهنا لما شافوهم نزلوا وقطعوا الجسر فأصيبوا بالذعر فأطلقوا النار وبدأ الهجوم تلك اللحظة. هاي هنا أنا مجرد كقصة حتى تعرف أو تعرفون شنو مضمونها. يقول هنا الجزء المهم يقول هنا 98 assaults. يقول هنا 98 مهاجم 98 مهاجم were killed. يعني هنا لما أطلقوا النار هنا الحشد لما دخل فيقول هنا عدد الضحايا من الحشود الكراود من الحشد تقريبا 98 واحد were killed in a siege. يعني داهموهم أو سووا عليهم حصار وقتلوهم من أصل 800 واحد or so survivors أو نحو ذلك من الناجين هنا were claimed to have played an active part in affair. يقول والناجين من عندهم كانوا لاعبين دور نشط في القضية. فهنا شنو اللي انقتل من الحشد 98 مهاجم assailants 98 assailants were killed in a siege في حصار of the 800 يعني الضعفاء ماتوا واللي جابهوهم اللي هم من أصل 800 بقوا ما زالوا على قيد الحياة. يقول هنا معظمهم who claimed يقول هنا who claimed to have played an active part in the affair اللي لعبوا دور مهم أكثريتهم شنو هذول اللي نجوا. يقول هنا the majority يقول الغالبية were respectable sans clothes. يقول كانوا غالبية من طبقة محترمة من
sans clothes. non-citizen كانوا مواطنين معروفين يعني كانوا مشهورين في المنطقة اللي هي فابورغ سانت أنطوان. هاي مهمة من اللي نجي يقول هنا ناس محترمين respectable sans clothes non-citizen of the Faubourg Saint-Antoine and neighboring districts وبعض المقاطعات المجاورة إلها انضموا إلهم. يقول هنا أنا must if who يقول هنا أنا must if who يقول had enrolled يعني هنا أنا التحقوا enrolled هنا أنا يعني هنا أنا تجمعوا حول أو انطووا مع ميلس برجواس. هنا أنا الحشد كان كقصة كان هنا البرجوازية الطبقة البرجوازية هي الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى تقريبا أو الطبقة اللي أعلى من الوسطى كانوا يحذرون أو يخافون من الحكومة ومن هاي القلعة اللي كانت رمز للاستبداد اللي هو التيراني. فهنا كانوا يا طبقة مثلا يجي سؤال يا طبقة اللي كانت متمركزة من ضمن هذول الحشد اللي هو الميلس برجواز. ميلس برجواز هذول الميلس برجواز شن هم؟ يقول هنا أنا تعريفهم they were a part of revolutionary force كانوا جزءا من القوة الثورية which had accomplished اللي انجزوا an act far reaching importance الذي انجزوا عملا ذات أهمية بعيدة المدى يعني عمل بطولي يستحق الفخر. يعني مو بس فقراء أو مو بس طبقة معينة الغالبية الطبقة اللي ثارت ضدهم اللي هي الميلس بورجواز. زين هاي نقطة ميلس بورجواز اللي كانوا من ضمن 800 اللي غالبية العظمى واللي قدروا أنه يجابهوهم. يقول هنا the prisoners السجناء يقول هنا اللي كانوا بريئين ولكن كانوا مسجونين بالبستل. يقول هنا the prisoners released أطلق سراحهم from the pistol were partly كانوا few forgers هنا يقول أربعة موزرون forgers مزورون two loan text واثنين من المجانين and dissipated young وشاب نبيل متشرد noble man incarcerated هنا for a time at his family's request incarcerated يعني هنا المحتجز لفصل أو لفترة طلبا من عائلته but the political consequence of the assault can hardly be overestimated يقول ولكن لا يمكن المبالغة في تقدير العواقب السياسية للاعتداء. يقول هنا كانت الشغلة سياسية لأنه مثل ما قلت لكم البرجواز كانوا يخافون على مصالحهم أو خوفا من ردود أفعال الحكومة عليهم وعلى المصالح مالتهم. So at this point I'll finished the story of the fall of Bastille اللي هي قلعة بستيل وسقوطها شون صار السقوط مالتها ومنو اللي كان المفكر الرئيسي إلها اللي هو الميلس برجواز واللي دين ليون هنا اللي رتب هالشغلة ولكن دي لوني اللي هو asking him اللي هو طلب منهم to surrounded طلب منهم لي surrender استسلام ذخيرته وانزال بندقيته ولكن لم
صار بشغلة إصرار ومعاندة، لأنه الحكومة كانت تريد فد شغلة، والطبقات اللي هم خارج البستيل كانوا يخافون أيضا على مصالحهم. ولهذا بدأت الثورة اللي هي حدثت في فرنسا بمنطقة في باريس، منطقة سان أطوان. So at this point I'll farewell you and say goodbye.